أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن لقاء وزير الخارجية الأمريكي بولي العهد السعودي. اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ميليشيا الحوثي بعدم احترام اتفاق السويد حول الهدنة في ميناء ومدينة الحديدة. بومبيو قال في لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن الاتفاق الذي تم إنجازه في السويد كان جيداً، لكن الحوثيين المدعومين من إيران اختاروا عدم تنفيذه. وبحسب السفارة الأمريكية في الرياض فإن بومبيو وبن سلمان اتفقا على الحاجة إلى مواصلة التهدئة والتقيد ببنود اتفاقات السويد، خاصة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة. يأتي هذا اللقاء بعيد أيام من إعلان ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عن عملية استهداف العرض العسكري في قاعدة العند التي راح ضحيتها رئيس الاستخبارات العسكرية محمد صالح طماح وعدد من الجنود. نتوقف عند هذا الخبر وهذا الموضوع لنناقشه في محورين: نتائج وأثر زيارة وزير الخارجية الأمريكي لولي عهد السعودية على اتفاق السويد، وموقف الحكومة اليمنية من الدعوات المتكررة للتهدئة ومحاولة فصل الحديدة عن مناطق النزاع الأخرى. أتابع وإياكم هذا التقرير لنبدأ بعده النقاش. اليمن في صدارة الأجندة الدولية، هكذا يبدو المشهد بعد المحادثات التي جمعت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع كبار القادة السعوديين. التحركات الدبلوماسية الدولية النشطة نحو ضرورة وقف الحرب في اليمن ووضع حد للأزمة المتفاقمة جاءت بعيد تعثر اتفاق السويد بين أطراف النزاع اليمنية. وزير الخارجية الأمريكي وفي لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتفقا على مواصلة خفض التصعيد في اليمن وإنهاء الصراع، حيث ناقش اللقاء أهمية الاستمرار في دعم التقدم السياسي لتحقيق السلام في اليمن والحاجة إلى مواصلة الجهود الإقليمية بغية الحد من تفاقم تداعيات الحرب. وفيما لا تزال ملامح الحل السياسي غير واضحة الأفق، يرى مراقبون أن أي حل للأزمة اليمنية لا يعالج جذور المشكلة، يعني تقديم تنازل عن الكثير من القضايا المصيرية، حيث ترفض ميليشيا الحوثي التنازل عن مكاسبها العسكرية، فيما ترفض الحكومة الشرعية التنازل عن أي سلطة من سلطاتها لصالح جماعة نفذت انقلاباً مسلحاً. الأمم المتحدة التي ترعى مشاورات السلام اليمنية صرحت عبر مبعوثها مارتن جريفيث بأن الجولة الجديدة من المشاورات اليمنية ستركز على الجانب السياسي من حل النزاع، وذلك بعد عرقلة تنفيذ مشاورات السويد، فيما لا يزال مكان انعقاد جولة المفاوضات الجديدة غير محدد. ومع طول أمد الحرب التي تدخل عامها الخامس بجميع انعكاساتها السلبية على الوضع الإنساني في اليمن، يرى متابعون أن على الأمم المتحدة زيادة ضغطها لإعادة أمل الحل السياسي، وهو ما يستدعي تحركات أكبر لإصلاح المسار المتعثر. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. إذن كيف أو أين تضع زيارة وزير الخارجية الأمريكي ولقائه بولي العهد السعودي وحديثهما حول الوضع العسكري والهدنة في اليمن؟ مساء الخير وتحية لك والجميع. زيارة وزير الخارجية للسعودية وتحديدا فيما يتعلق بالملف اليمني كان واضح من أنه بيعكس التوجه الأمريكي العام فيما يتعلق بالحرب. الإدارة الأمريكية هذه والسابقة تقريبا لم تختلف تقييماتهم للحرب، بأن الحرب من وجهة نظرهم ليس لها أفق. وفي الفترة الأخيرة كان التركيز على قضية الحديدة، وكما هو واضح فقد تم فرض اتفاقية ستوكهولم على الحكومة من أجل إيقاف الحرب في الحديدة، وهذا الأمر يبدو أنه الأمريكان مصممين على تنفيذه. وكما ذكر وزير الخارجية الأمريكي بأنه اتفق مع ولي العهد السعودي على موضوع التهدئة، وهذا يعني بأن الحديدة ستبقى معركة مؤجلة أو إن لم تكن ملغية على الأقل حتى إشعار آخر.
في نفس الوقت حاول الوزير الأمريكي يعني يهدئ السعوديين بالإشارة إلى أن الحوثيين رفضوا وبأن هذا الأمر تم بإعاز من إيران، ضمن السياسة الأمريكية الهادفة إلى تقويض النفوذ الإيراني في المنطقة، وهي سياسة تبدو متناقضة في اليمن. في اليمن الأمريكان هم مع وقف الحرب، ووقف الحرب معناها بقاء الحوثيين القوة الرئيسية في اليمن، كونهم يسيطروا على 70% من السكان، على العاصمة، ولديهم مؤسسات دولة وقوة متماسكة، بينما الأطراف الثانية هي قوى مشتتة وليس لها أي قوة مركزية صلبة. وبالتالي الأمر هنا يخلق حالة من التناقض، من ناحية تدعي هذه الإدارة بأنها تحارب النفوذ الإيراني وبأنها تضعفه، من ناحية أخرى فيما يتعلق باليمن هي تقويه بشكل أو بآخر، رغم أن هناك أحاديث يروج لها الحوثيين وأنصارهم بأنهم ليسوا حلفاء عضويين لإيران، وبأنهم مستعدون للتخلي عن العلاقة مع إيران مقابل اعتراف السعودية بهم كقوة رئيسية، وهذا ما يؤمن به الأمريكان. الأمريكان يظلوا يكرروا بأكثر من مناسبة بأن على الحوثيين بما معناها الابتعاد عن إيران، مقابل أنهم سيضغطون باتجاه الاعتراف بهم كقوة رئيسية في اليمن. وهذه طبعا بالنسبة لنا كيمنيين كارثة رئيسية، لأن نحن ليست القضية فقط النفوذ الإيراني في اليمن، ولكن لدينا مشكلة مع هذه الجماعة، مع جماعة الحوثي، هذه الميليشيا التي ستلغي كل البناء السياسي الذي كان في اليمن، وستدخلنا في نفق نظام شمولي استبدادي، كانت مسيطرة على جزء من اليمن أو سيطرت على اليمن ككل. إن بقت مسيطرة على هذا الجزء ستمارس استبداديتها وشموليتها على سكان هذه المناطق، طيب. في نفس الوقت ستبقى محركة للصراع، لا ينتهي صراع وحرب أهلية طويلة في اليمن بأشكال متعددة، ليس بالضرورة الشكل الحالي للحرب. طيب، في هذا السياق يعني زيارة بومبيو كان معد لها قبل حادثة مهمة فيما يتعلق بالوضع في اليمن، وهي استهداف العرض العسكري في قاعدة العند بطائرة مسيرة تبنت هذا الاستهداف ميليشيات الحوثي. هل يقترح هذا التصريح من بومبيو على أنه هناك توقعات لرد، أو هناك حاجة ربما لدى الحكومة اليمنية والجيش اليمني لرد يوازي فداحة ما أحدثه الاستهداف لقاعدة العند؟ يعني عندما نقول الحكومة اليمنية، وكان لدينا حكومة حقيقية، احنا لدينا حكومة افتراضية، حكومة لا وجود لها على الأرض. يعني الرئيس هادي عندما الكل يطالبه بأن يلغي اتفاق الحديدة، هل له سلطة على القوات التي تحاصر الحديدة أو تحارب في الحديدة؟ لا يستطيع وزير الدفاع أن يزور هذه المنطقة، ليس مجرد أن يصدر أوامر لها. وبالتالي هذه السلطة ليس لديها أي سلطة حقيقية، السلطة الهادي وحكومته ليس لديها سلطة حقيقية. وبالتالي الحديث عن أنها رد وأنها ستقوم برد عسكري أو غيره، هذا حديث مجازي وخيالي ليس له أي وجود على الواقع. من ناحية أخرى، ليس هناك علاقة بين العالم، لا ينظر لحادثة المنصة في العند مع الوضع في الحديدة. الوضع في الحديدة منفصل تماما. الوضع في الحديدة هناك اتفاقية ستوكهولم، وهناك قرار مجلس الأمن لكن يعالج. لكن في هذا السياق جريفيث بعد الحادثة أستاذ عبد الناصر دعا إلى عدم التصعيد، لا يعني، وهي نقطة أنت طرحت نقطة نريد الانتقال لها. هناك من يرى على أن الوضع في الحديدة يتجه إلى عزلها عن بقية الصراع في اليمن، هل ترى أن ذلك بالفعل يحدث؟ هذا هو حادث فعلا، يعني هو أصبحت الحديدة مسألة منفصلة عن بقية مسارح العمليات في اليمن. الحديدة أصبح هناك قرار دولي بوقف الحرب فيها، قرار دولي بسحب القوات المهاجمة باتجاه جنوب الحديدة،
وبالتالي معركة الحديدة توقفت. ما يقال عن أن هناك مشكلة في موضوع تسليم الميناء وتسليم المدينة ومن سيكون له الإشراف والإدارة، هذه مسائل تعتبر ثانوية بالنسبة للعالم. أما المسألة الأساسية هي وقف الحرب في الحديدة، والحديدة أصبحت الآن قضية معزولة تماما، لا يستطيع أحد، هناك التزام من قبل السعودية ومن قبل الإمارات بأنها لن تحارب في الحديدة. يبدو هذا هو ما حصلت عليها الولايات المتحدة والدول الغربية، حصلت على هذا الالتزام، وبالتالي معركة الحديدة أصبحت من الماضي. الجبهات الأخرى ربما يسمح بالتحرك هنا وهناك، لكن حتى أيضا أعطتنا معركة الحديدة بأن هناك فيتو دولي ضد المعارك في المناطق كثيفة السكان، بمعنى أي معركة ستقترب من مركز سكاني كبير مثل صنعاء أو حتى ما تبقى من تعز يبدو هناك رفض لأي معركة من هذا النوع. وبالتالي الحرب المسموحة في اليمن هي حرب استنزاف صغيرة تدور في المناطق الخالية من السكان، هذا هو ما العالم الآن يسمح به على الأقل خلال الفترة المقبلة. أشكرك أستاذ عبد الناصر المودع المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. أرحب بمن ينضم إلينا مشاهدينا الكرام الآن من تعز، أستاذ علم الاجتماع أستاذ علوم سياسية بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي. أرحب بك دكتور فيصل. إذن دعوات للتهدئة من قبل وزير الخارجية الأمريكي وكذا ولي العهد السعودي إزاء الحرب في اليمن، كيف تقرأ هذه الدعوات؟ ولما مساء الخير لك وللإخوة المشاهدين والمشاهدات. بخصوص ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي بالتفاهم مع نظيره السعودي، يشير إلى أن الملف اليمني لم يعد يمنيا وإنما أصبح إقليميا دوليا، وأن السلطة الشرعية لم تعد لها من السيادة والقرار ما تستطيع أن تحدد به موقفا على الأرض أو على الخطاب السياسي، هذا أولا. ثانيا أن الجبهات على الأرض أيضا يتحكم بها الإقليم، تتحكم بها الرياض والإمارات، وهو ما يجعل السلطة الشرعية في موقف أضعف من أن يكون لها قوة تستطيع أن تخاطب شركائها الإقليميين أو الدوليين بأنها حاضرة لأي اشتراطات أو محادثات فعالة. الشيء الأهم بأن ما جرى في الحديدة من اتفاق أو من تفاهمات في السويد يشير إلى أن الأمم المتحدة تنوي إلى نقل اليمن كما كان شبيها باتفاق السلم والشراكة الذي عززه المبعوث الأممي جمال بن عمر، حيث جعل الحوثيين كشركاء وسلمهم الدولة وسهل لهم الانقلاب. والآن هناك بوادر تسوية سياسية قريبة من هذا النوع، ولكن فقط بأن يصبح الحوثيون بدل أن يكونوا انقلابيين كما في القرارات الأممية السابقة أن يصبحوا شركاء سياسيين بقرارات أممية، أي أننا لا نستطيع أن نتخلص منهم لحاجة في نفس السياسات الدولية والإقليمية. السياسة الإقليمية والدولية تريد من اليمن أن لا نصر ولا حصن عسكري للسلطة الشرعية ولا هزيمة للحوثيين. لكن الكثيرون سوقوا أو يعني كثيرون محسوبون على الحكومة الشرعية سوقوا ما حدث في السويد على أنه انتصار للحكومة الشرعية في حال تم تنفيذ الاتفاق بالشكل الجيد فيما يتعلق يعني تحديدا بتسليم الأمن للمدينة لقوات الأمن التي كانت موجودة قبل انقلاب 2014، وفيما يتعلق بكثير من الشواهد مثلا تقارير الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2451 وكذا اتهامات كثيرة للحوثيين بعرقلة هذا الاتفاق. كل هذه الظواهر الصوتية هي تغطية على الخفايا من تفاهمات السويد. أنا سبق وأن أجبت تقريبا مع حضرتك في برنامج حول هذا الموضوع، لأنه لا وجود اتفاق في السويد، في شيء اسمه تفاهمات.
وهي مجرد اقتراحات اقترحها الامين العام المجلس الاممي مع اسناد من الامين العام والسويد وزير خارجيه السويد. وبالتالي ما سيرشح من هذه التفاهمات هي اقصاء الحوثيين والسلطه الشرعيه من السيطره على الموانئ الثلاثه الهامه التي تعتبر محط انظار القوى الدوليه التي تعتبر الحديده الصليط راس العيسى، اي انه الان تم اي أي أنه ستصبح اليمن عن طريق التفاهم والتسويد حول الحديدة أن تنتقل من الوصاية الإقليمية التي كان يسهل على اليمنيين التخلص منها إلى الوصاية الدولية الأممية التي سيصعب على اليمنيين في حالة هذا الضعف الكبير التخلص منها. فالقوى الكبرى تنظر بأن الممرات الدولية المائية في البحر الأحمر مزعجة لها ومقلقة، وبالتالي سعت إلى أن تدعم الصوماليين بطرف خفي لحل مشاكلهم لأنهم شكلوا عن طريق ظاهرة القرصنة إزعاجا كبيرا، وهم لا يمكن أن تتكرر القضية على مستوى السواحل اليمنية. وبالتالي الآن يمهدون بأن تصبح الحديدة وسواحلها وموانئها الكبيرة الصليب رأس عيسى تحت قبضة القوات الأممية والمراقبة. طيب دكتور، يعني في هذا السياق هناك من يقول أو هناك من يقترح على أن الحكومة اليمنية قد يكون لها موقف من تأخر تنفيذ اتفاق السويد، هناك من يقول على يعني وزير الخارجية خالد اليماني صرح أنه لن يذهب إلى مشاورات سياسية جديدة إلا إذا تم تنفيذ اتفاق السويد. برأيك ما الذي لدى الحكومة من أوراق للعمل في هذا السياق أو للثبات على هذا الموقف؟ ومن حيث أن الحكومة اليمنية أو السلطة الشرعية ما لها من أوراق، لديها أوراق ولكن هي لا تستطيع استعمال هذه الأوراق لأنها رهنت نفسها والقرار السيادي اليمني في عواصم الإقليمية في الرياض وأبو ظبي. إرادات محلية تنشئ لها خطة حكومية مستقلة على الوصاية، لأنه أنت الجندي الذي تفرط له الرواتب تستطيع أن تتحكم به، أما الجنود الذين تتحكم بهم غيرك فهو ونفرط لهم الرواتب فهو من يتحكم به. فإذا أعدت خطة حكومية في تنمية إرادات خاصة وسعت في مخاطبة الأمم المتحدة في تحرير في رفع يد الوصاية السعودية والإماراتية من المطارات والموانئ وكذلك أماكن النفط وتصدير الغاز، بإمكانها أن تشتري سلاح وأن تفرض رواتب الجنود وأن تقرر ما الذي ينبغي فعله ويسقط السور الأمني وفق المصالح الوطنية. ولكن الحكومة إلى الآن لا تجيد غير الخطاب التي يمكن أن تلحفه أو أن تلعقه دون خجل في أي ضغوطات قادمة. أولا كان على الحكومة لو تمتلك ذرة من شرف وكرامة أن ترفض أن يتم الحديث بموضوع اليمن دون حضورها، سواء في اتفاقية الرباعية اللي هي الإمارات والسعودية وبريطانيا وأمريكا، أو فيما حصل مع ولي العهد السعودي. ينبغي أن يكون هذا التصريح على الأقل والتفاهمات مع وجود وزير الخارجية اليمني باعتباره الطرف الأصلي بالمشكلة. فأنت ترى بأنه شخص يصرح مجرد تصريحات من هواء مجانا لكن ليس له من القرارات والقدرات ما يجعل كلامه قابل للتنفيذ، والايام السابقه واللاحقه تثبت بانه الحكومه مجرد شكل يعني سلطه صوريه رغمت نفسها بارادتها وهي طيب قادره على تستعيد هذه الاراده. طيب بعدنا في هذه النقطه نشرك معنا في الحوار المحلل السياسي الاستاذ ياسين التميمي الذي انضم لنا عبر الهاتف من اسطنبول. استاذ ياسين، ولي العهد خلال الاجتماع مع بومبيو شدد على اهميه التهدئه، برايك هل لا زالت المملكه العربيه السعوديه تعاني من الضغوط فيما يتعلق بملف خاشقجي وكذا ملف الازمه الانسانيه الكبيره والمستفحله في اليمن لذلك تاتي هذه التصريحات، ام ان الاستراتيجيه السعوديه باتت نحو التهدئة الآن؟ أستاذ ياسين،
يبدو أن هناك إشكالية في التواصل مع الأستاذ ياسين، سنعود إليه بعد قليل مشاهدينا. أعود إليك دكتور فيصل، في سياق الحديث عن ما هو ممكن للحكومة الشرعية القيام به في هذه اللحظات ومدى قدرتها على اتخاذ موقف مختلف عن ما يريده التحالف، برأيك ما هي المساحة المتوفرة لديها؟ ما هي الأوراق التي يمكن لها أن تلعبها ولم تحترق بعد؟ الشعبية، أن تعود إلى شعبها الذي تمثله. السلطة الشرعية الآن أدارت ظهرها من أول يوم استلم الرئيس عبد الرب منصور سلطاته، أدار ظهره للشعب اليمني واتكى بقوته وبرغبته في بقاء السلطة بأي شكل كان على الرياض وعلى الأمور وعلى الدول الكبرى، وبالتالي لم يجد هذا الشعب أي التفاتة محترمة من هذا الرئيس الذي انتخبه الشعب بتفاؤل كبير بأنه سيكون محور التغيير. وهذا الشعب هو موضع القوة الحقيقية، يخاطب الرئيس الشرعي والحكومة لتخاطب شعبها بكل الحقائق. لأن لا نعرف ما نوع الطلب الذي قدم لتدخل السعودية، وكيف ومقتل السعودية باستدعاء دول أخرى دون موافقة الحكومة اليمنية في حاجة اسمها دول التعارف، ولماذا لم تصغ اتفاقية في هذا الموضوع حتى تضبط الأمور لا تصبح العمل توضوي يقود اليمن كما أردت أن أشير سابقا وخاطعتني بأن القضية المشكلة اليمنية ستذهب إلى حالة من المشكلة الأفغانية، ستصبح حالة مباشرة للمشكلة الأفغانية، أي أن هناك شبه لا دولة وهناك العبث الدائم وهناك إضعاف وهناك قوى كبرى لها مصالح في وسط آسيا للضغط على روسيا وعلى الصين، وهناك أيضا لها مصالح في الضغط على الأماكن الاستراتيجية التي تهمها والممرات المائية، وهناك ثروات أخرى مجتمع وسلطة جاهلة لا تعرف ما هي إمكانات وقدرات بلادها، لذلك رهنت نفسها ولا تتصرف وفقا لما هو معلوم وما ينبغي أن يكون معلوما، وإنما تتصرف في بقائها في السلطة على أي شكل كان، وهذه المؤشرات تدل على ذلك. أشكرك دكتور فيصل الحديفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، أرحب من جديد بمن ينضم إلينا أستاذ ياسين التميمي. كنت سألتك أستاذ ياسين على أنه كان هناك حديث على ضغوط مستمرة على الحكومة السعودية لاتخاذ موقف يعني مرن تجاه الوضع في اليمن والدعوة إلى التهدئة، هناك الآن من قبل ولي العهد تجديد على أهمية التهدئة في اليمن، هل هذا الموقف يعني امتداد لهذه الضغوط أم أن هناك رؤية سعودية جديدة فيما يتعلق بالتعامل مع الملف اليمني؟ أنا أعتقد أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للسعودية تبحث في ملفات أكثر تعقيدا، ولكن أيضا لا يمكن تجاهل الحرب في اليمن وتأثيرها أيضا على مجمل الأوضاع في المنطقة، لكن تصريحات وزير الخارجية من الواضح أنها كانت تقدم رسائل إيجابية للجانب السعودي، مما يعني بأن الضغوط التي رأيناها في ما قبل اجتماع السويد لم تعد موجودة في من الجانب الأمريكي على الأقل. هي كانت الضغوط مرتبطة بشكل أساسي بوزير الدفاع الأمريكي الذي طالب الطرفين بالتوصل إلى نتائج خلال شهر وتحقق ذلك بالفعل، ونجم عن مشاورات السويد باتفاقات اليوم تتعثر، ولهذا رأينا الولايات المتحدة تتهم الحوثيين وهي تنحي منحى مختلف عما تقوم به الأمم المتحدة التي دائما تحاول التغطية على هذا الفشل الذريع الذي يواجهه اتفاق السويد. لكن من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوط على الجانب السعودي لتحقيق حلحلة في الوضع اليمني، لأن للوضع أو للحرب في اليمن انعكاساته على داخل الأمريكي، تعلمون أنه مع بداية هذا العام تسلم الكونغرس أو مجلس النواب الأمريكي في الغربية الديمقراطية زمام مبادرة، وبالتالي الاستحقاقات الضغط على الإدارة الأمريكية لن تتوقف على خلفية الحرب في اليمن وعلى خلفية قضية مقتل خاشقجي والمتهم فيه بصفة رئيسية ولي العهد وحكومته، وبالتالي فنحن أمام قضية لا يمكن تجاهلها في إطار العلاقات الأمريكية السعودية. لكن أنا لا ألمح في هذه الفترة بالذات ضغوطا أمريكية مؤثرة على المملكة العربية السعودية التي رأيناها من قبل، بل رأينا تصريحات مشجعة كما قلت، وبالأمس وزارة الخارجية الأمريكية أدانت هجوم العند واعتبرته تهديدا أو سيؤثر بشكل أو بآخر
على تفاهمات السويد ووقف اطلاق النار في الحديده، على عكس ما قاله المبعوث الأممي الذي قال ان الامر منفصل تماما، الوضع في الحديده منفصل تماما. هناك تشتت وعدم تركيز في الموقف الدولي في هذه المرحله بالذات حيال ما يجري في اليمن وحيال الحرب في اليمن والترتيبات التي تقوم بها الامم المتحده في الحديده. ومع ذلك تبقى اليمن حاضرة بأبعاد مختلفة من خلال الحرب، من خلال مواجهات الإرهاب من وجهة النظر الأمريكية. لهذا أنا لا أتوقع أن يكون لزيارة بومبيو إلى الرياض أثر مباشر على موقف سعودي واضح من مجريات الحرب في اليمن. طيب. أنا ما يقلقني أكثر هو أن الإمارات وكما هي السعودية أيضا ربما ينظرون إلى الوضع في الحديدة على أنه وضع مريح في هذه المرحلة. المجتمع الدولي منشغل بترتيبات بدأت يعني تؤول إلى الفشل ويتحمل نتيجة هذا الفشل الحوثيون بطبيعة الحال، بينما هم تحللوا من الموقف في الحديدة وذهبوا إلى ترتيبات مختلفة تماما، والكل يعلم أن هذه الترتيبات هي في الأصل تهدد كيان الدولة اليمنية واستقلالها. طيب فيما يتعلق بما يعرف بأنه محاولات لفصل الحديدة عن بقية مناطق النزاع في داخل اليمن، نظرا للتكلفة الإنسانية الكبيرة التي يتحدث عنها المجتمع الدولي فيما يتعلق بمعركة بداخل الحديدة، هل فصل نزاع الحديدة عن بقية الأماكن في اليمن هذا يمثل أمرا في صالح اليمنيين أم أن المسألة تعرقل عملية تحرير كامل للتراب اليمني؟ هذا النوع من الفصل يضفي على المشهد في اليمن المزيد من التعقيدات ويثير مخاوف المتابعين لمجريات الأوضاع في اليمن. من الواضح أن ترتيبات الحديدة تخفف الضغط بشكل أو بآخر على الحوثيين، لأن الترتيب في الحديدة يعني عدم التقدم باتجاه صنعاء، هذا المعنى المباشر. أيضا عندما تمضي الأمم المتحدة في خلق مناطق صراع منفصلة هذا يشجع على تكرار هذا النموذج في عدن، في حضرموت، في بقية، في تعز، إلى آخره. وهذا النوع من التعاطي مع مناطق منفصلة يمكن أن يسمح بمشاريع خطيرة جدا على كيان الدولة اليمنية من قبل. يمكن أن ينظر لاحقا في مطالب الانفصال على سبيل المثال والتعاطي معها كموضوع منفصل في سياق الأزمة والحرب في اليمن. وفي هذه الحالة يمكن المجتمع الدولي أن يتقبل ذلك ويمكن أن يتراجع حتى عن مواقفه الثابتة فيما يتعلق بسلامة التراب اليمني واحترام السيادة اليمنية. هذا النوع من فصل وتجزيء المشكلة اليمنية والحرب في اليمن ليس في صالح اليمنيين، هذا يلبي احتياجات المجتمع الدولي الذي يريد أن يتحلل من تبعة الحرب في اليمن ومن ضغوطها الأخلاقية عليه، خصوصا وأن التحالف نجح في ربط الحديدة بعملية الإغاثة الإنسانية، بينما كان بوسعه أن يفتح المطارات والموانئ وتتحقق مسألة وصول الإغاثة إلى اليمنيين المحتاجين دون الحاجة إلى المرور عبر ميناء الحديدة. ولكن الإصرار على بقاء الحديدة المنفصلة يشير إلى أن هناك مؤامرة إقليمية دولية لإلحاق الأذى بسيادة اليمن، ودليل أن مسألة استعادة الحديدة يعني تدخل في إطار المساومة السياسية أكثر منها استحقاق عسكري يدخل أو يصب في إطار استعادة الشرعية لصلاحيتها في الجغرافيا اليمنية. لم يعد هناك تفكير فيما يتعلق بتمكين الشرعية من جانب هذا التحالف للأسف الشديد، وهذا ما يخيف أكثر هذا النوع من النزوع نحو التعاطي التجزيئي التفكيكي مع الحرب والأزمة في اليمن. أشكرك أستاذ ياسين التميمي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.